لن تستطع الإعاقة أن تعيقها نحو عمل الخير أو أن تثبط من عزيمتها لتقديم الخدمة المجتمعية لكل من يحتاجها. الرميصاء يعقوب، وجه المدينة لهذه الحلقة. تعتبر الرميصاء يعقوب الحاصلة على شهادة البكالوريوس في القرآن الكريم وعلومه حالة إنسانية نادرة، فمنذ نعومة أظافرها ورثت عن أبيها وأمها حب الخير والرغبة في مد يد العون لكل من يحتاجها، فانطلقت في دنيا الكبار داعية للخير باذلة له. تعلمنا أن نكون مع والدينا في الخدمة المجتمعية، قرص فينا حب العطاء من صغرنا، فكان الموضوع بالنسبة لنا شيء أساسي أصبح في الحياة أن نكون ذو عطاء للمجتمع. قرص فينا، الوالدة كانت تقول دائما لي ولدتك لتكوني داعية. الوالد دائما يقول نسعى، وجعلنا هذا بعد ذلك غاية في المؤسسة، نسعى لجعل الإنسان يتميز في العطاء الإنساني والبناء المجتمعي. تعرضت رميصاء في العام 2006 إلى حادث مروري أليم أفقدها والدتها وأصابها بشلل رباعي، لكنه حرك فيها العزيمة لإكمال رسالتها في الحياة، فتوزعت نشاطاتها الخيرية في مختلف المجالات من إغاثة الأسر الفقيرة والمعاقين والأيتام. في عام 2006 في الطريق البحري ونحن عائدين من آخر نشاط للوالدة رحمها الله، كان في مشروع تجهيز العرائس، في مشروع جماعي لتزويج وتجهيز العرائس. حصل الحادث في 2006 كما أخبرتك. بعد ذلك أصبت بشلل رباعي. بعد الله تبارك وتعالى طبعا الفضل للدكتور حيدر، ساعدني نفسيا وطبعا علاجيا في أن أخرج للمجتمع مرة أخرى. بعد ذلك شجعني الوالد بأن أعود إلى الدراسة، استكملت مرحلة الثانوية وأنا فوق الكرسي، ثم المرحلة الجامعية، ثم قررنا أن نعيش يعني بالوضع الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وما كتبه الله لنا ما كان إلا خير. أسست مع صديقاتها مؤسسة خيرية تبلورت أنشطتها بين دعم وتمويل المشاريع الصغيرة للشباب وتوعية المتسربين من المدارس وبحث أمية غير المتعلمات وعمل دورات للمكفوفين. الوالدة أسست جمعية النهضة، والوالد كان يشتغل كمان في الجوانب التطوعية. كنا مجموعة شبابية، حبيت أن أستغل يعني عن أمي وأبي في الجانب أيضا التطوعي والنهضوي للمجتمع، فبدأنا نشتغل كمجموعة شبابية قبل أكثر من 13 سنة. لكن بعد ذلك لاحظنا فترة الحرب أن الموضوع يحتاج إلى أشياء رسمية وترخيصات، نتواصل إلى بعض الجهات أو بعض التجار أو بعض الداعمين، فقررنا تأسيس المؤسسة في 17/8/2015 في أيام فترة الحرب، وذلك لتحسبا يعني للدعم وليكون موضوعنا رسميا وصريحا وذو ثقة مع الجهات الداعمة. نحن مجموعة طبعا شبابية سميناها روم، أي الغرفة التي تحتوي جميع الفئات المجتمعية حيادية لتكون تحتوي الجميع في تلك الفترة وفي تلك الأزمة التي مرت علينا الإنسانية. تقوم مؤسسة روم على أربع جهات. الجهة الأولى اللي هي المرأة والطفل، نضمن الأسرة وخاصة المرأة التي هي مهمشة في المجتمع، والطفل الذي ذو مواهب وذو قدرات لا نستطيع في هذا المجتمع أن نبرزها أو نطورها. ثم تقوم الجانب الثاني وهو الجانب المهم، هو الجانب الإنساني في تأسيس المؤسسة. الجانب الثالث هو ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم يعتبروا مهمشين أو ثقل في المجتمع لبعض الأسر، ونريد أن نبرزهم أنهم ذو قدرات ويستطيعون أن يعيشون حياتهم بشكل طبيعي بل متميزة عن بعض الآخرين. والجانب الرابع هو الجانب البيئي اللي يشمل الصحة والمجتمع في مجتمعنا.
وسعى رميصاء يعقوب لأن تصبح داعية للخير دالة عليه، فباتت أنموذجا للفتاة العدنية يقتدى به وفردا فاعلا يفخر المجتمع بها. فروحها الحانية وإحساسها العميق أهلها للترشح بأن تصبح أفضل شخصية عدنية في العام 2017، وهي مكانة استحقتها بجدارة. أهتمنا في ذوي الاحتياجات الخاصة في عمل مسابقة التي في السنة الأخيرة أو في رمضان الأخير في 3 مستويات على 3 محافظات المكفوفين في مسابقة القرآن الكريم الأولى في عدن وعبيان ولحج. اهتممنا أيضا في عمل لهم دورات في تعلم الحاسوب والكمبيوتر في مستوى البرنامج الناطق، في عمل رحلات لهم. اهتممنا أيضا في عمل لأول مرة في عدن برعاية الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة في ملتقى جمع بين المعاقين بشكل متنوع بين الصم والبكم وبين المعوقين حركيا وبين المكفوفين في ملتقى سميناه ملتقى الأمل، يجمع هذه 3 الصلات أو 3 الشرائع في المجتمع ليتعرفوا على بعضهم ويبرزوا قدراتهم الموجودة الموهوبة فيهم. اهتممنا أيضا كما أخبرتك في تزويج المعاقين مع أحد المؤسسات التي قامت بتمويلهم. اهتممنا في عمل مشروعات صغيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لفتح باب رزق لهم والاعتمادهم على ذاتهم. اهتممنا في مجالات عدة يعني لذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك اهتممنا في البيئة في أيام فترة الحرب مع الأستاذ قائد راشد بثقتي جزاه الله خير بدعمه لنا بالمواد التنظيفية. اهتممنا في الكوليرا في عدة نواحي في التوعوية. اهتممنا الآن في اليوم يعني أكلمك اليوم وأنا أشكر الأستاذ قائد راشد على ذهابه واهتمامه في تقليم وقص الأشجار التي تؤذي الطلاب في مدرسة عبد الباري في ثانوية البنات في خور مكسر.